تشكل التدفئة والتبريد 36% من الطاقة المستخدمة في المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة. والسماح بهرب الهواء المبرد أو المدفأ معناه أن على أجهزتك العمل أكثر مما هو ضروري. إن أغلاق هذه الفتحات سيوفر عليك الطاقة ويجعل مكان عملك أكثر راحة. ثبت سدادات أبواب على الجزء السفلي من الأبواب الداخلية والخارجية، وألصق شرائط الحماية من عوامل الطقس حول إطارات النوافذ والأبواب لحماية مؤسساتك التجارية من عوامل الطقس. يمكنك القيام بهذه الخطوات البسيطة بنفسك بسهولة، وهي لا تحتاج إلى أدوات أو خبرة خاصة. هناك الكثير من المنتجات في السوق التي يمكن شراؤها من مخازن الخردوات، ويمكن تثبيتها على النوافذ والأبواب القائمة. تؤدي التكنولوجيا الجديدة في أغشية النوافذ ذات الانبعاثات المنخفضة أو في طلقاتها ذات الانبعاثات المنخفضة إلى تحقيق توفيرات في الصيف، فهي تقلل من تكاليف التبريد في الصيف بتخفيض ما يدخل من حرارة الشمس عبر نوافذك. تأكد من اختيار الأغشية التي لا تخفض من الضوء الطبيعي ومن دخول الشمس في الشتاء. يؤدي استخدام مواد عازلة على أجزاء من شبكة المياه الساخنة لديك إلى تخفيف ما تدفعه على تسخين المياه، وذلك بإبقاء مياهك الساخنة أكثر سخونة لمدة أطول. يوفر تغليف أو عزل الأنابيب بالرغوة الجامدة إلى عزلها جيدا، ويمكن استخدام هذه المواد لأنابيب الماء الساخن الخارجية وتثبيت التغليف عملية بسيطة يستطيع أن يقوم بها عمال الصيانة لديك أو مقاول صيانة. توخى الحرص كي لا تسد صمام التمدد. اعزل خزان المياه الساخنة الكهربائي بغلاف عازل واتبع توصية الشركة الصانعة، وإذا كان لديك شك احصل على مساعدة من أشخاص محترفين. إن الغلاف العازل للمياه الساخنة أو العزل الواسع يقلل من خسارة الحرارة عبر أسطوانة المياه الساخنة، ما يحفظ المياه بدرجة حرارة أعلى لمدة أطول ويتيح تحقيق توفيرات كبيرة في تكاليف تسخين المياه. لا بل إن الدمج بين هذه العوازل وتغليف أول عدة أمتار من الأنابيب الممتدة من وحدة تسخين المياه كهربائياً أمر أكثر فعالية. للاطلاع على مزيد من تسجيلات الفيديو والنصائح وأفضل العروض المتوفرة على المنتجات والخدمات التي يمكن أن تجعل مصلحتك التجارية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، توجه إلى الموقع positivecharge.com.au أو اتصل بنا على الرقم 03 93 85 55 55.